أهلا بكل مشاهدينا من جديد. خلينا نتابع مع حضراتكم تفاصيل الأحوال الجوية والطقس لليوم النهاردة. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع النهاردة يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلينا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة بالتفصيل، ونبتدي بالقاهرة. العظمى فيها 33 والصغرى 23، الإسكندرية 29 21، مطروح 27 20، السلوم 31 2 31 22، بورسعيد 29 21، دمياط 28 22، الإسماعيلية 33 23، والسويس 32 23. العريش العظمى 29 والصغرى 20، طابة 34 24، كاترين 29 17، شرم الشيخ 36 26، الغردقة 36 28، الفيوم 34 23، بني سويف 34 23، والمنيا 35 24. أسيوط العظمى فيها 35 والصغرى 24، سوهاج 37 25، قنا 38 25، الأقصر 39 26، أسوان 40 26، الوادي الجديد 38 26، شلاتين 35 24، أما حلايب العظمى فيها 30 والصغرى 23. دلوقتي مشاهدينا خلينا نرجع على طول لشاذلي والجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا واخبارنا. اتفضل. شكرا جزيلا. شكرا.